هنروح دلوقتي لحدوته، بقالنا كتير ما قلناش حدوته. في حد بعت لنا، قالت لنا سيده، قالت لنا انا بنتي دلوقتي عندها 24 سنه، اتخرجت من الجامعه واتقدم لها واحد وهي في سن في سنه اولى كليه، حصل اننا اجلنا الموضوع لحد ما تخلص الجامعه، لكن هو شاب كويس جدا، بس المشكله ان هو اكبر منها ب 12 سنه. حقيقي مش باين عليه السن، شكله اصغر من كده بكتير. اتخطبت له وهي في تانية كليه، وهي دلوقتي عندها 24 سنه وهو عنده 36 سنه. هل الفرق ده كبير ولا احنا وافقنا على الخطوبه بناء على تمسكها هي؟ لكن كل مشاكلهم انه مش بيجي البيت خالص غير كل مثلا شهر او اكتر، ممكن في وسط الاسبوع يشوفها وهي في الشغل، بس خايفة يكون السن الكبير ده هيأثر عليها. هو كمان بتقول بطيء قوي في كل قراراته، يعني كان المفروض ان هو يتجوزها السنة دي، السنة اللي فاتت بعد التخرج، لكن هو مش مستعجل على الجواز. انتم ايه رأيكم؟ بصي، هو فرق السن ده مش فظيع يعني، ده جميل جدا، ويمكن يكون الزوج هنا ناضج، يعني فرق 12 سنه في نضج، انا مش معترضه على فرق السن. وبرده فكره ان هو منشغل قوي لانه بيبني نفسه للشباب في الفتره دي، لما يكون هو في بوزيشن مهم في شغله وبيحضر لجواز ممكن يبقى فعلا مش فاضي، بس اللي بيحب بيلاقي وقت ان شاء الله دقيقه في وسط ميتنج عشان يعملها تليفون يقول لها انا فاكرك انا مش ناسيكي، يزورها كل شهر صعب قوي، يعني بنت مخطوبه عايزه تفرح، اكيد عندك ويكند، اكيد عندك يوم واحد في الاسبوع، ساعه واحده، يعني فيديو كول، يعني في تواصل من نوع معين باي طريقه تختارها، بس تتواصل مع البنت لان هي طبعا مرحله فرحانه وفي وهج وقلق العلاقه في اولها كده، اللي عايزه تسمع كلام حب، والبنت بتحب بودنها، او الستات عموما بتحب بودنها، هي شايفه انه مفيش تواصل، حتى لو انت ما بتجيش تزورها مفيش تواصل، فحاول توجد ده. لا مش عيب ان هو يكون مشغول في شغله على فكره، لا طبعا مش عيب، بس هو فرق السن مش كبير، بس معرفش 36 سنه يعني قرب من الاربعينات، انا بقول بس رائع رأيي الصراحه، يعني هي لما تبقى 40 يبقى هو المفروض يبقى 56. هو المفروض يبقى عنده من النضج او كده ان هو يحتويها اكتر، يحسسها ان هو موجود اكتر، زي ما منى قالت ان هو يوجد وقت، لكن مره كل شهر دي، وان هو مش مستعجل يتجوز، وان هو ممكن، في ناس على فكره بتخاف من الجواز، يعني ممكن هو بقاله فترة هو عازب ومعتمد على نفسه، بيشتغل بيبني نفسه زي برضو ما منى قالت، ولكن في شباب بيبقى خايف قوي من لقطة الجواز بقى دي. معرفش هي لازم، يعني أنا هقول رأيي لحضرتك، لازم هي تتكلم معاه، يعني منها ليه يتكلموا يشوفوا يوجدوا وقت، لو بيحبوا بعض فعلا هيلاقوا الوقت وهيعرفوا يتواصلوا مع بعض ويتكلموا يخططوا لحياتهم، لكن هم يتكلموا بتواصل، مش الأهل اللي يقعدوا مع بعض يعني، وتفتح قلبها ويبقى في اي كونتاكت، وكمان جودة الوقت، يعني هو ممكن يقعد نص ساعة معاها بس هي تحس انه بيحبها، ده مش موجود ومفقود على فكرة. صح. واذا كان هو برضو من دلوقتي في يعني المشاعر جافة شوية او فيها برود شوية، ما هنعمل ايه بعد كده يعني حضرتك، فلازم اللي بيحب يشتغل على اللي بيحب، يعني على الحب ده، ويسقيه ويرويه كل يوم عشان يزهزه كده والبنت تورد كده، يعني في علاقات بتطفي الست وعلاقات بتخليها موردة ومتألقة، مش كده ولا ايه؟